السلام عليكم ومرحبا بكم للمنصة ديال أكسل، وشكرا لكم على الثقة. شكرا لكم على التسجيل ديالكم في هذه المنصة. في هذا الفيديو بغيت نشرح لكم كيفاش تستعملوا هذه المنصة وكيفاش تستفدوا منها في الدروس ديالكم اليومية والأسبوعية. كيف ما كتشوفوا هذه هي المنصة ديال أكسل، البلاتفورم ديال أكسل. اول حاجه عافاك تيقن بانك توصلتي بالعنوان ديال الموقع، راك غادي توصل بالعنوان وغادي توصل باليوزر نيم وبالباسورد. اليوزر نيم اللي هو الاسم اللي كيعطيك الموقع، والباسورد اللي هو لو مود باس اللي هو الكود ديالك. نفترضوا مثلا بانه اليوزر نيم ديالك هو هذا اكسل ستودنت، ولو مود باس هو هذا اللي عطاك المانجر، اللي صيفط لك المانجر. اذا كتستعمل اليوزر نيم ديالك وكتستعمل لو مود باس ديالك او الباسورد ديالك اللي صيفط لك المانجر، وكدير لوغين. بمجرد ما كدير لوغين غادي تلقى راسك في الصفحه الرئيسيه ديال المنصه. هنا في هذا الاطار اللي كتشوفوه هنا يكحل، هذا هو اللي غادي يكون فيه هذا الفيديو التوجيهي اللي كنتكلم معكم فيه الان. هنا فين غادي تلقاوه. اهم حاجه خصك باش تعرفها هو ان اللي كيهمك هو هذا الرابط، هذا كيتسمى داشبورد. داشبورد هو اللي كيكون فيه جميع الدروس، مباشره غادي تدخل للداشبورد. اوكي، غير كتدخل للداشبورد غادي تلقى الدروس. هنا مثلا كاين عندنا الدرس ديال المستوى الاول، ها هو كلودز ليسن 1 اكسل، اذا اللي هو الليفل ا، المستوى ا. راه المانجر فاش كيصيفط لك الكود ديالك كيقول لك شنو هو المستوى ديالك، كذلك تيقول لك مثلا المستوى ديالك ا ولا بي انطلاقا من الامتحان اللي خديتي، يعني داك لو تيست اللي خديتي. اذا لاحظوا معايا دابا هذا هو الدرس الاول. اذا لاحظوا معايا بان المنصه ديال اكسل راه بسيطه جدا. اهم مفتاح هو هذا الداشبورد. الداشبورد هو السيروت ديالك. بمجرد ما كتكليكي على الداشبورد اللي عندنا هنايا كتلقى الدروس، صافي كتدخل الدرس ديالك. يعني كليكيت على هذا الدرس هذا. اذا ملي كنكليكي على الدرس الاول كنلقى الدرس الاول بجميع العناصر ديالو. ها هما العناصر ديالو، ها هما. هذا كيتسمى ار في، يعني غادي نتكلم عليه من دابا واحد شويه، هو الجزء الاساسي في الدرس. كتلقى تاسك 1 يعني المهمه الاولى، تاسك 2 المهمه الثانيه، تاسك 3 المهمة الثالثة، تاسك 4 المهمة الرابعة، فيلم واحد الفيلم قصير، ليسن سونغ، كلمة سونغ تتعني أغنية، هنا عندنا الأغنية، وتحت من الأغنية كاين الاختبار ديالها أو الامتحان ديالها. إذا هادو هما العناصر الأساسية ديال الدرس. غادي نشوفوا كل عنصر من هاد العناصر. هنا غادي تلقى واحد الكلمه ترحيبيه، يو ار ويلكم تو اكسل، مرحبا بكم في اكسل الى اخره. ولكن الدرس كيبدا من هنايا، من عقلوا عليها، من هاد ار في، ار في ار في ليسن فيديو. من هنا كيبدا الدرس، هذا هو العنصر الاول. عاد كتلقاو تاسك 1 تاسك 2 تاسك 3 تاسك 4. الى ما بغيتوش تشوفوهم هنا راه غادي تلقاوهم هنا كذلك في الجنب. لاحظوا معايا هنايا في هاد النافيغيشن بار عندنا ال RV، task 1، task 2، task 3، نزلو، task 4، film، الفيلم القصير، listen song، song اللي هي الأغنية. لاحظوا معايا بأنه الفيلم متبوع بفيلم كويز اللي هما الأسئلة ديال الفيلم، و song متبوع بسونغ كويز، أي song song quiz، الامتحان ديال song. اذا هذا هو الدرس ديال اكسل بشكل مجمل. دابا غادي ندخل لكل عنصر من العناصر باش نقول لكم كيفاش تستافدوا منه. العنصر الاول هو اهم عنصر، هو اللي سميناه الار في، هو العنوان ار في ليسن فيديو. عافاكم هذا العنوان اللي مكتوب بالزرق هنايا، عمركم ما تكليكيو على العنوان. علاش كتكليكيو؟ كتكليكيو على الرابط، راه كتلقاوه لتحت، ها هو هنايا، شفتوه؟ هذا هو الرابط ار في. ما عمرنا نكليكيو على هذا العنوان، دائما نكليكيو غير على الرابط. هنا تحت من العنوان كتلقاو الا بغيت تقول واحد التلخيص ديال هذا الدرس، لان الار في هو الفيديو، هو اللي كيفسر لك كل شيء.
كاين كتلقاني انايا كنتكلم معاك وكنفسر لك وكنقول لك اشنو كتقول اشنو دير وكنعلمك. كاين هنا واحد الخلاصه لاحظوا معايا. In this unit you will learn, في هذه الوحده ستتعلم how to name clothes, غادي تعلم كيفاش تسمي الملابس. هنا كاين واحد الترجمه بالعربيه غادي تساعدك خصوصا بالنسبه للناس المبتدئين. ستتعلم في هذا الدرس كيف تسمي انواع الملابس, how to name clothes, how to talk about the clothes you like and the clothes you don't like, كيف تتحدث عن الملابس التي تعجبك والملابس التي لا تعجبك. اذا هذه هي الخلاصه ديال الدرس. اشنو غادي نتعلم في هذا الدرس, شنو هو الهدف ديال هذا الدرس؟ اوكي تفكروا معايا, ما كنكليكيوش على العنوان, كنكليكيو على الرابط اللي هو هذا. كندخلوا الار في, ها هو ندخلوا الار في, هاند ار في شتيها. الار في هو العنصر الاساسي, هو عباره عن واحد الفيديو اوكي. ها هو العنوان ديالو كلوذز, الدرس الاول على الملابس. كتكليكي على بلاي. هاي توديز ليسن از اباوت كلوذز. اذا كتلقاني انايا كنتكلم معاك وكنشرح ليك وكنمشي معاك غير بشويه 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 بشويه. هاد الانجليزيه غادي نمشيو معاها ان شاء الله غير بشويه بشويه حتى تولي هاد الانجليزيه جزء من الحياه ديالك العاديه. اوكي عافاكم, كاين شي مبادئ خصكم تحترموها بالنسبه لهاد الار في غادي نفسرها لكم. المبدا رقم واحد عقلوا معايا هو التكرار. تكرار ريبيتيشن, يعني كاين بزاف الكلمات كنقولهم وكنطلب منكم انكم تكرروهم, تقولوهم من ورايا, تعاودوا معايا. كاين جمل كنقولهم وكنطلب منكم انكم تكرروهم معايا. لكن ردوا معايا البال واحد القضيه, الا شفتوني كنستعمل هاد البطاقه هذه, شوفوا اللون ديالها راه قهويه بنيه, هذا كيعني بانه ما مطلوبش منكم التكرار. انا اللي كنتكلم, انا اللي كنقول الكلمه, انا اللي كنشرح. فاذا كتشوفوا هذه البطاقه هذه اللون ديالها بني, ما تكرروش الكلام اللي كنقول انايا. لكن الا شفتوني هاز هذه البطاقه الصفراء وكندير لكم بها هكذا, هذا كيعني بانكم خصكم تكرروا الكلام. يلا نديروها دابا. I am happy, بما اني درتها هكا خصكم تكرروا معايا وتقولوا معايا I am happy. I am happy. I am an Axel student. I am an Axel student. مزيان. I am an Axel student. اها الا كررت الكلام ديالك دابا هذا كيعني بانه خطا, لان الا كنت نستعمل البطاقه البنيه ما عندكش الحق باش تعاود الكلام. ما تكررش الكلام, تعاود الكلام فقط الا درت هذه البطاقه الصفراء. كنتمنى هذه تكون مفهومه لانها مهمه بزاف. التكرار كيعني كذلك واحد الحاجه اخرى مهمه. دابا هذا الفيديو الار في يعني الدرس كله عندك لمده 48 ساعه, هو في الحقيقه الدرس كله كيطلب منك حوالي ساعتين, ولكن هذا الدرس عندك 48 ساعه. فحاول تكرر الفقرات اللي ما فهمتيهمش, ما فهمتش واحد الفقره, ما كررتش بما يكفي بواحد العدد كافي من المرات, نعاود هذيك لا سيكسيون مره اخرى. مثلا طلبت منكم انكم تقولوا شورتس, سكارف, سنيكرز, لقيتي راسك ما كررتيش لانك ما كانش في راسك بانك خصك تكرر وتردد هذوك الكلمات. ماشي مشكل, رجع الفيديو عاود لهذيك لا سيكسيون اللي كاينه في الار في وكرر هذوك الكلمات, ماشي مشكل. شفتي داك الفيلم القصير ممكن تشوفه جوج المرات ولا ثلاثه المرات. سمعتي الاغنيه ممكن تسمعها جوج المرات ولا ثلاثه المرات ولا اربعه المرات على حسب الوقت ديالك وعلى حسب الظروف ديالك. فالتكرار ديال لي سيكسيون ديال الدرس شي حاجه اللي مهمه. واحد المبدا اخر مهم جدا في الار في هو ان الدرس ديال اكسل مبني على المهام. شيء المهمه لا تاش تاسك, غير كدرس شويه ديال الفوكابولير او شي حاجه في اللغه الانجليزيه, كنعطيك واحد المهمه تنجزها, واحد التمرين تطبيقي تنجزو من اجل انك تستوعب الامور اللي تعلمتيهم. مثلا اعطيناك هذا الطابلو, هذا هو كتشوفوا هنايا في اي لايك اي دونت لايك, هذه كتسمى تاسك 1 مهمه 1. لا فيديو يعني داك الار في هو اللي غادي يرشدك للمهمات. لقيتي هنا تاسك 1 يا تاسك 1 اوكي, اشنو غادي دير؟ خصك باش تمشي لتاسك 1 ها هي, غادي تلقاها في النافيغيشن بار يا هادي تاسك 1.
يعني انك وقفتي لا فيديو ودابا غادي تمشي لتاسك 1. غادي تقول لي علاش ما نتبعش مع الفيديو حتى نسالي عاد من بعد نرجع لتاسك 1؟ لا، سير خطوه بخطوه، لان الطريقه ديال البناء ديال الدرس ديال اكسل فيه خطوات، خطوه تبع خطوه، خطوه تبع خطوه. وقف عفاك لا فيديو ديالك هنايا، وقف الار في وسير تاسك 1. بحال مثلا في تاسك 1 كيطلب منك انك تقول شنو هما الحوايج اللي كيعجبوك والحوايج اللي ما كيعجبوك، يعني الملابس اللي كيعجبوك والملابس اللي ما كيعجبوكش. اي لايك سنيكرز، اي دونت لايك شوز، الى اخره. وكتكمل الجدول، كتمشي لتاسك 1. هاني مشيت لتاسك 1، ها هي تاسك 1. عقلتوا معايا على ديك القاعده اللي قلت لكم؟ عمرك ما تكليكي على العنوان، دائما كتكليكي على الرابط ماشي على العنوان. ها هو العنوان ديال تاسك 1. What clothes do you like? What clothes do you like? Okay. Yeah. What clothes do you like? في التاسك اشنو كدير؟ كتنزل مباشره، راه كتبنا لكم هنا واحد to answer click on the key below which is attempt quiz now. للاجابه اضغط على الزر اسفل، ها هو الزر اللي تضغط، هو هذا. كتلقى فيه continue the last attempt. Continue. لان هاد التمرين هذا عندك محاوله واحده فقط، داكشي علاش دايرين لك هنا the last attempt. كتكليكي على الزر، ياك ها هو، ها هما دوك الصور اللي كانوا عندك في الار في. مناش كتختار، مناش كتختار الحوايج اللي كيعجبوك والحوايج اللي ما كيعجبوش. ها هو الطابلو اللي كان عندك في الار في، ولكن فين كتجاوب انت؟ ها فين كتجاوب؟ شتي عندك واحد المساحه هنايا، كتكليكي وكتكتب داكشي اللي عندك في الطابلو. مثلا اي لايك، اي لايك، كتنقلها منين؟ كتنقلها من الطابلو. ها هي اي لايك، هنا عندك دوك لي بوان سسبونسيون. كتكمل اي لايك مثلا شوز، اي لايك شوز، كتشوف شنو هما الحوايج اللي كيعجبوك هنايا، الملابس اللي كيعجبوك، وكتطابيهم هنا. اوكي، ملي كتسالي هذا التمرين هذا كتكتب كاع داكشي اللي بغيتي تكتب، جميع الحوايج اللي يو لايك مثلا، كتجي وكدير فينيش اتمبت. فينيش اتمبت يعني انك ساليتي هاد الديكزرسيس، ساليتيه صافي، وكترجع للار في ديالك. من اهم التاسكس اللي كنعطيوكم واحد النوع ديال التاسكس تيسميو كوميونيكيشن. هادو هما لي طاش اللي كتعلموا فيهم لا كوميونيكاسيون وغالب الانجليزيه، لان الا ما تنعرفوش نكومونيكيو بالانجليزيه بحال ما كنديروا والو. لا كوميونيكاسيون هي اهم حاجه عندنا، وماشي غير فقط كنجيو كنقول لك يلا بدا تكلم، ولكن كنعلمك كيفاش تكلم، كنعطيك نموذج، كنقول لك مثلا today for me today I am wearing a t-shirt, I am wearing pants, I am wearing shoes. طلعتك مثال بيا، انا اليوم لابس كذا لابس كذا، هادشي اللي بغيتك باش تقول. ماشي غير هادشي فقط، كنعطيك كذلك واحد المثال. How about you? What are you wearing today? Listen to me and Anir talking. I will ask him what are you wearing today and he will answer me. Anir, what are you wearing today? Today I am wearing a shirt, mm-hmm. and I'm wearing shorts, and I'm wearing socks, and I'm wearing glasses. Ah, good. I like the color of your glasses. هنا كندير واحد المثال، انا وولدي كنتكلموا باش نعطيكم واحد المثال ديال كيفاش تكلموا. سمحوا لي عافاك نفسر لكم كيفاش كيخدموا دوك التاسكس ديال لا كومونيكاسيون. مثلا في الكومونيكي في تاسك 4، ديك لا طاش نيميرو 4، في الار في ديالي كنتصنت واحد الوقيته الاستاذ ديالي كيقول لي بانه عندي تاسك 4 لا طاش 4 المهمه رقم 4، كنمشي ليها هي هادي. اش كنلقى فيها؟ تاسك 4 كوميونيكيشن. ملي فيها كوميونيكيشن كيعني بانني كنوجد نفسي انني نتكلم. الاستاذ ديالي في الار في عطاني مثال بين لي اشنو خصني باش نقول في هذيك لا كوميونيكاسيون كيف ما شفنا قبل قليل. دابا هذاك الشيء بغيت نبراتيكيه، بغيت نتدرب عليه، كنمشي لتاسك 4 ها هي، لان الاستاذ ديالي قال لي نمشي لتاسك 4، كنكليكي على تاسك 4 ها هي، ها هي تاسك 4. عقلوا معايا على القاعده، عمرني ما نكليكي على العنوان، كنكليكي على الرابط. هنا اللي لاحظتوا عندي جوج الروابط، الرابط الاول هو براكتيس، والرابط الثاني لاحظوا معايا فيه ديك ديال ديك تشات بوكس، ها هي ديال الهضره في دوك الرسوم المتحركه وداك الشيء. كنكليكي عندي الاولانيه براكتيس، هذه هي اللي فيها التدريب،
والثانية هي اللي فيها تدريب على الكلام. الأولانية مهمة كندخل ليها، كندخل للبراكتيس هو الأول. أش كاين في البراكتيس؟ في البراكتيس كنكتب، لاحظوا معايا هنايا، هنا هذاك النموذج ديال الحوار اللي عطاني الأستاذ هو مكتوب هنايا. مثلا What are you wearing today Anir؟ I am wearing كذا كذا كذا. أش لابسة أنير؟ أنا لابس كذا 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 كذا. كنكمل من عندي، كنكمل يعني كنتبع النموذج اللي عطاه لي الأستاذ واللي فسروا لي الأستاذ. فين كنكتب هذا الشيء؟ فين كننزل تحت؟ عقلوا معايا، المساحة ديال الكتابة دائما كان كاينه هنايا. كنضغط على الزر continue the last attempt، كنكليك عليه باش يعطيني المساحة الكتابة. ها هو المثال، ها هو المثال ديالي. ها فين خصني باش نكتب؟ A كيقول B كيقول A what are you wearing. خصني باش نكتب هادشي كله. ممكن نستعمل ستيلو ورقة إلا كنفضل أنني ندير ستيلو ورقة، ولكن بعد ما نستعمل ستيلو ورقة خصني باش نطبي الجواب ديالي هنايا. علاش؟ لأنني بعد ما غادي نطبيه غادي نصيفطو finish attempt. فين كيمشي ملي كتكليك على finish attempt؟ كيمشي عند واحد الشخص سميتو the mentor. كل جروب اللي جروب اللي عنده المنتور ديالو. شكون هو المنتور؟ المنتور هو داك الشخص، ماشي الاستاذ ديالك اللي هو انا، ولكن المنتور هو داك الشخص اللي مسؤول على التصحيح ديال التمارين ديالك، على التاسكس ديالك. اوكي سو المنتور ديالك غادي يصحح لك وغادي يرجع لك الاجوبه الصحيحه الا كان عندك غلط، وغادي يعاونك، غادي يقول لك ما تقولش هكا، خصك باش تقول هكا الى اخره. اوكي فمن بعد ما كنسالي لهاد المهمه هادي، لاحظوا معايا ما كاينلاش نرجع، ما كاينلاش نرجع لا كومونيكاسيون، نقدر نمشي غير لهنايا راه فيها تابع. لاحظوا معايا What are you wearing today؟ هذا هو الجزء الثاني، الجزء الثاني اللي فيه لا كومونيكاسيون اورال. شنو كندير؟ هاني جيت للجزء الثاني هنايا، ها هو شتي عندي جوج ديال الحوايج. الحاجه الاولانيه غادي نكليكي على هادي، لاحظوا معايا كليك هير تو انتر ذا تشات ناو. ملي كتكليكي على هاد لوليان هذا اللي فيه كلمات تشات، غادي تدخل غادي تلقى الاصدقاء ديالك اللي معاك في الجروب او لا في الجروبات الاخرين، غادي تلقاهم هنا في هذا المكان اكسل ستودنت. انا واحد منهم في هذه الحاله، سميتي مثلا اكسل ستودنت وغادي تلقى اسماء اخرى. اوكي غادي نختار واحد فيهم على حسب التوجيه، لان ممكن الاستاذ يقول لك تكلم مع واحد او لا تكلم مع جوج او لا تكلم مع ثلاثه. غادي نختار اي واحد وغادي نكتب ليه هذه العباره. لاحظوا معايا ما تكتبوا ليهاش بالعربيه، غتكتبوا ليا بالانجليزيه. العباره راه بسيطه. اوكي غتكتبوا ليه بحال هكا let's talk كتعني يلا نتكلموا، وغادي تزيد عليها وحده في جوج غير، يا اما today كتعني اليوم today ولا tomorrow وحده في جوج. let's talk today ولا tomorrow، ها هي كي تكتب let's talk today ولا tomorrow كتعني يلا نتكلموا اليوم او لا غدا. وزيد ليه اش مساعه بغيتي باش تلاقى معاه او لا تلاقى معاها. زيد ليه مثلا ات، عباره ات كتعني في على الساعه. مثلا تكتب ليه دير ليه غير هكا 14 كتعني الجوج، ماشي مشكل. او لا 16 كتعني الربع. ودير ساند، ملي كدير ساند هذاك الميساج كيوصل للصديق ديالك. الصديق ديالك كيجاوبك تيقول لك اوكي صافي هانتوما درتو واحد الموعد. الا ما بغاش يقدر يقول لك ليتس توك ات مثلا 16 كتعني الربع، زعما راه هو كيفضل انكم تلاقاو مع الربع. صافي ساليتو، اذا درتي واحد الموعد مع الصديق ديالك. الان عندك واحد الموعد غادي تلاقى فيه مع الصديق ديالك، صافي ساليتي. لكن فين غادي تلاقى معاه؟ اللي بغيت نقول هو انه في ان شاء الله من دابا واحد الاسبوع ولا جوج ديال الاسابيع غادي يكون عندنا داك اللايف اللي كنتكلموا فيه وكنديروا فيه لي كونفرساسيون هنا في لا بلاتفورم، كيكون غير هنايا. غير بوغ لانستون مازال ما درنا شيء، باقي داك التقني اللي خدام معنا باقي خدام عليه، غادي يساليه من دابا واحد الاسبوع ولا اسبوعين، ولكن ما غاديش نجلسوا. اشنو غادي نديروا ملي اتفقنا اننا غادي نتلاقاو مع الربعه اليوم؟ مثلا مع الربعه اليوم، مع الربعه غادي نتلاقاو فين؟ في الجروب ديالكم ديال الواتساب، لان كل مجموعه فيها 20 شخص تقريبا عندهم مجموعه خاصه بهم في الواتساب، راه المانجر غادي يصيفطها لكم حتى هي. ها
غادي يصيفط لك الجروب ديالك بالضبط، وغادي تعرف الاصدقاء ديالك ال 20 اللي معك. غادي تلاقاو وغادي تكلموا. كيفاش غادي ديروا باش تكلموا؟ يعني لا كونفرساسيون عندكم واحد فيكم ا والاخر فيكم بي، وغادي تبداو تكلموا بحال كي كنت نتكلم، غادي تقلدوني انا وانير. اوكي today I am wearing a t-shirt. I am wearing. What are you wearing today? يعني غادي تتبعوا داك النمط اللي عطاه لكم الاستاذ ديالكم بواسطه الواتساب. من الافضل انكم في البدايه تستعملوا الفيديو باش تشوف فيه وشوف فيك، ولا تشوفي فيها وتشوف فيك. من بعد ما تدربوا عليها مزيان، غير تدربوا عليها مزيان بواسطه الفيديو، ديك الساعه غادي تسجلوها بديز اوديو، واحد الاوديو تبع واحد الاوديو، تبع واحد الاوديو ثالث الى اخره. المهم واحد 3 ولا 4 ولا 5 ولا 10 ديال لي زوديو فيهم ديك لا كونفرساسيون ديالكم بجوج. صافي، دابا من بعد ما تدربتوا عليها مزيان غادي تحطوا هذوك لي زوديو، نقلوهم وتحطوهم في الجروب ديالكم. وغادي تزيدوا عليهم الاسم ديالكم، مثلا سعيد وعمر مثلا. اوكي، المنتور ديالكم غادي ياخذ هذوك لي زوديو، غادي يصححهم وغادي يردهم لكم. الا كان فيهم شي اخطاء غادي يردهم لكم باش تصححوا الاخطاء وتعاودوا لا كونفرساسيون. غادي يبقى غادي معكم حتى يتيقن بانكم وليتوا كتكلموا في هذاك الجزء اللي كيتعلق بالحوايج، كتكلموا مزيان. اذا كيعطيكم واحد النقطه، وهذيك النقطه كتبقى عندنا لانها هي النقطه اللي كتهيئكم للتيست اللي كيكون بعد جوج ديال المستويات. الى شي حاجه ما فهمتوهاش في الكلام ديالي، عافاك اتصلوا بالمانجر باش يزيد يوضح لكم اكثر. الى فهمتوا هذا الشيء ممكن تفهموا بشكل واضح وسهل كيفاش ممكن ديروا تشوفوا الفيلم القصير وكيفاش تجاوبوا على الاسئله ديالته. ها هو سالينا التاسك 4، دابا ندوزوا للفيلم. غادي نكليكيو على الفيلم، صافي كليكينا على الفيلم. لاحظوا معايا، عقلوا معايا، ما كنكليكيوش على العنوان ها هو، ولكن كنكليكيو على الرابط. ملي كتكليكي على الرابط هنايا كتلقى الفيلم. الفيلم ها هو، ها هو. لاحظوا معايا واحد القضيه في الفيلم، كيخرجوا دوك الشات بوكسز بحال هكا وفيهم دوك داك واحد الفراغ. هاد الفراغ كتعمرو بالكلمه المناسبه من الفيلم. انت كتسمع وراك غادي تعرف اش من كلمه مذكوره تما، لان قريناها في الدرس، وغادي تحط الكلمه المناسبه هنايا. هانتوما شفتوا هاد الفراغ هذا، غادي نقول لكم فين غادي تكتبوا، تدوزوا للكويز ونقول لكم فين. زيد It's fall here in New England and it's a cool sunny day today. What are people wearing? Let's find out. Oh, excuse me. Hello. Hello there. We're talking to people about clothes. ها هو شنو هي الكلمه اللي خصنا نحطو هنايا؟ اذا الفيلم كله داير بحال هكدا، يعني مره كتطلع لكم هاد الشات بوكس هنايا، وكيطلب منكم الاستاذ ديالكم انكم تعمروا هاد الفراغ بالكلمه اللي the missing word، الكلمه اللي تذكرت شفويا نتوما كتكتبوها هنايا. فين كتكتبوها هاني غادي نقول لكم دابا. من بعد ما كتشوفوا الفيلم خصكم باش تعمروا دوك الفراغات اللي كاينين في الفيلم. هذوك الفراغات فين غادي تلقاوهم؟ شوفوا معايا تحت الفيديو هنا كاين واحد فيلم كويز، الا شفتوها هي فيلم كويز، يعني الكويز ديال هذا الفيلم هذا. كنكليكي عليه كنلقى الكويز. كالعاده عقلوا معايا، كنكليكي على داك الزر اللي هو كونتينيو ذا لاست اتمبت، كنكليكي عليه باش نلقى المساحه اللي خصني باش نعمرها. ها نتوما هنا كنلقى العباره وداك الفراغ، العباره والفراغ. تقريبا عندي في الفيلم كله عندي 17 ديال دوك لي بول تشات بوكسز، ها هما كنكتبهم. كنجي للرقم 1، وي ار توكين تو بيبل توداي اباوت وات، كنكتب هنايا رقم 1. خصك تكتب الجمله كامله، ماشي تكتب لي غير ديك الكلمه اللي خاصه بوحدها، لا ماشي غير ذا ميسين وورد، تكتب الجمله كامله. وي ار توكين تو بيبل اباوت، وتكتب الكلمه هنايا. عاود لي دوز جوج تو الى اخره، حتى تساليهم ب 17. من بعد ما كتساليهم ب 17 غادي تكليكي على فينيش، فينيش اتمت. ملي كتكليكي على فينيش اتمت الجواب ديالك كيمشي للمنتور ديالك، المنتور ديالك كيقوم بتصحيحه، ولا كتقوم بتصحيحه وكترجع لك التصحيح. اذا بهذه الطريقه كنديروا الفيلم كويز. لاحظوا معايا بانه الفيلم كويز راه منقط عليه نقطه،
وهذيك النقطه هي اللي كتاهلك باش دوز لو تيست ديال كامبريدج في المستقبل. راه بحال كتجمع النقط ديالك خصك تجمع 200 نقطه، لذلك خص الاجوبه ديالك تكون صحيحه. اذا شوف الفيلم مزيان، تسنط مزيان، وعمر الفراغ بالكلمات المناسبه. العنصر الاخير اللي عندنا في الدرس ديال اكسل، عندنا واحد الاغنيه. عاده لي شونسون اللي كنديروا في البدايه كيكونوا بساط بزاف. اوكي، كيفاش تنديروا الاغنيه؟ كيفاش تنبراتيكيوها؟ اولا كتمشي لهاد لو ليان هذا، ها هو شتي سونغ سونغ، ها هو الدرس شتي ليسن سونغ. كتمشي للدرس كتكليكي عليه، كتكليكي على الدرس وتمشي ليه. ها نتوما، ها هو الرابط. عقلوا معايا على القاعده، عمرنا ما نكليكيو على العنوان، كنكليكيو على الرابط. ملي كتكليكي على الرابط اش كتلقى؟ كتلقى واحد الجزء اخر في الار في، واحد الفيديو. اش في هذا الفيديو؟ فيه تاني انا كنفسر لك هذيك الاغنيه ديال هذا الاسبوع هذا. انتما الا كليكي. اوكي، فيري جود. ار يو ناو ريدي فور ذا سونغ وي ويل بي سينجين؟ اند ذا تايتل اوف ذا سونغ از يو ار ماي سانشاين. الى لاحظتوا معايا ديك البطاقه اللي هز في يديها اللون ديالها بني، هذا كيعني بانني انا كنشرح. انتما ما غاديش تعاودوا الكلام ديالي، غادي غير تصنتوا ليا. You are my sunshine. This is the sunshine. You are my sunshine. You are important for me. المهم انكم تسمعوا هذا الفيديو ديالي، هذا الشرح ديالي، وتمشيو معايا بشويه بشويه، لان في هذا الفيديو في الحقيقه كنحفظكم هذيك لا شونسون. Take my sunshine away. Very good. Again, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You make me. لاحظتوا معايا بانني هز ديك البطاقه الصفراء. بما انني هز البطاقه الصفراء يعني انكم خصكم تعاودوا الكلام. كنقول واحد الجمله وكنتسناكم انكم تعاودوها. في البدايه تكون صعيبه، ولكن واخا ما فهمتوش غير كرروا الكلام، كرروا الكلام وكرروا كرروا. كل ما تنطلب منكم انكم تكرروا، كرروا الكلام. اوكي، من بعد ما كنتصنتوا الشرح ديال الاغنيه كنمشيو للاغنيه بنفسها. هما كننزل شي شويه كنلقى لا فيديو ديال لا شونسون. ها نتوما، ها هي الاغنيه، شفتوها؟ في سونغ، هذا الدرس اللي دابا عاد شرحت لكم الاغنيه. هذا هو الدرس اللي شرحت لكم فيه الاغنيه. دابا الاغنيه بنفسها، ها هي السونغ. اوكي، شفتوها السونغ؟ ما كنكليكيوش على العنوان ولكن على الرابط. كنكليكيو على الرابط ديال السونغ. You are my sunshine, my only sunshine, I love you, please don't take. بعد ما كنتصنتوا الاغنيه على الاقل ثلاثه المرات ولا اربعه المرات، يعني تقدر تصنت لها اي عدد، لان الاغنيه شي حاجه اللي كتستمتع بها، ممكن تصنت لها واحد العدد كبير من المرات. اوكي، بعد ما كنتصنت لها كنمشي كندير الكويز، يعني الامتحان. هو غادي نلقاو هنايا سون كويز، شفتوها سون كويز، غادي نكليكي على سون كويز. لاحظوا معايا بان سون كويز فيه جوج ديال التمارين، جوج ديال لي كويز. الاولى put the words in the right order، ضعي الكلمات بترتيب صحيح. والثاني put the lines in the right order، ضعي الابيات الشعريه في الترتيب الصحيح. مثلا كليكيت على الاولانيه شنو غادي نلقى؟ انتم لاحظوا معايا كالعاده غادي نمشي لديك continue the last attempt، كليكي عليها. ها انتم لاحظوا معايا هنا اعطيتكم جمل او ابيات ولكن الكلمات مخربقين، نتوما غادي تحطوهم بالطريقه الصحيحه. فين غادي تلقاو الترتيب الصحيح؟ غادي تلقاوه في لا شونسون اللي كاين في الفيديو ديالي اللي شرحت لك اللي شرحت لكم فيه ديك الاغنيه. اولا غادي تلقاو الترتيب الصحيح في لا شونسون في حدتها، في الاغنيه في حدتها، لا فيديو ديال الاغنيه رجعوا ليه. نفس الشيء بالنسبه للتمرين الثاني. المنصه ديال الاكسل، لا بلاتفورم ديال الاكسل، هي واحد المتعه حقيقيه، ان شاء الله تلقاو فيها متعه حقيقيه. تقدر تلقاو فيها صعوبه في البدايه، ولكن عفاكم بغيت نقول لكم واحد الاخطاء اللي ما خصكمش ترتكبوهم. الخطا الاول ماشي غير تلقى صعوبه تقنيه في الاول تقول صافي هادشي انا صعيب عليا ما نقدرش عليه، لا. الا لقيتي شي صعوبه عافاك اتصل بالمانجر، اتصلوا بالاخ زهير عبر التليفون ديالو ولا الواتساب ديالو، وراه غادي يعاونكم باش تحلوا اي مشكل لقيتو اولا شي حاجه اللي صعيبه عليكم غادي يفسرها لكم. الخطا الثاني هو انكم تقول انا
هاد الشيء ما نحتاج ليه شيء، نقدر نمشي ربما ما نحتاجش ندير تاسك 2 او تاسك 3، راني نمشي لتاسك 4 مباشره. لا عفاك، سير خطوه بخطوه، الطريقه ديالتنا مدروسه مزيان، تبع الخطوات بالضبط كيف تنعطيهم لك. اوكي، حتى لو لقيتي راسك عارف شي حاجه اصلا غير ديرها، لانه في الاول كتبان الامور بسيطه ولكن من بعد كتعقد اكثر. عفاك سيروا غير خطوه بخطوه. لا بلاتفورم ديال اكسل والمنهج ديال اكسل ماشي شي حاجه اللي سهله، كتحتاج التكاليف كثار، المصاريف كثار، المجهود كبير، ولكن الحاجه اللي كتحفزنا هو اننا غادي نشوفوا واحد النهار بزاف ديال الناس كيتكلموا اللغه الانجليزيه في البلد ديالنا العزيز، وغادي تعلموها في اقرب وقت ممكن. هذا هو التحفيز اللي عندنا، هذا الشيء اللي كيحفزنا باش نتوما تعاونونا. عفاكم، الى عجبتكم هذه المنصه عفاك شاركوها مع اكبر عدد ممكن ديال الناس باش يجيو ويتسجلوا فيها، لان هذا كيخفف علينا المصاريف بزاف باش نقدروا نستمروا معكم. شكرا.